عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم غيث. اليوم راح نبدي توتوريال بسيط على الادجستمنت لاير، شي كلش بسيط هعلمكم عليه. توتوريال سريع، مثلا هسه قلنا ناخذ مالتنا الكليب بالفيديو، مثلا هذا نسوي بي كومب فيت، هذا مود كله يبين. مثل ما قلنا اذا نريد نحط سينماتيكس، السينماتيكس هو نفس الكولر كوركشن، يسموه سينماتيكس، اللي هو الماجيك بلت لوك. قلنا نحطه هنا على مود نبينه بال مثلا هذا، بالله قول انت ماخذ من هالفيديو اهل قد، وراح يطلع فيديو لاخ. قول مثلا عندنا هذا الفيديو الاخ، هذا نجيبه نسحبه جوا، طبعا تشوفون اكبر منه. شلون تعالجونها هاي؟ ظلون داسين على هاي ودوسون الشيف، ظلون داسينه. شوف لما حظل داسي الشيف ما راح يعني يروح هيجي او هيجي على مود شلون يصير محل وشو تشوفون. لما حضر داس شفت هو يعني يخلي نفس الكواليتي. تعوف الشفت، تعوف الكليك، بعدين تعوف الشفت. اوكي، مثل ما قلنا هذا بي سينماتيكس وهذا بعدين ما بي، هم ترجع تروح لوكس وما ادري شنو. فحعلمكم طريقة على مود على كل الفيديوهات مالتك يصير هذا السينماتيكس. اكو شيء اسمه ادجستمنت لاير. شنو ادجستمنت لاير؟ بداخل نمسح هذا اللي هنا لوكس ديليت. اوكي، مثل ما قلنا ان فيديوهات اثنين نريد نحط عليها السينماتيكس. شو نسوي؟ اكو شغلة اسمها ادجستمنت لاير. شنو الادجستمنت لاير؟ رايت كليك نيو ادجستمنت لاير، او تقدر من هنا هذا تمسحه وديليت اللاير نيو ادجستمنت لاير، من كل مكان تقدر تطلعها. طبعا الادجستمنت لاير هو مثل شي شفاف حاطه هسه فوق الفيديو. طبعا هو ما يصير شي هسه الا اذا مشغله او مطفي، كل شي ما يبين عادي. بس هذا شنو شغله الادجستمنت لاير؟ هسه مثل ما قلنا نريد نحط سينماتيكس، احنا نجيب اللوكس تحط على الادجستمنت لاير، تروح عليه هذا فينيش. هسه تشوفون قام يطلع هالافكت على كل فيديو صار جوا، يعني ساي الشفافة حطينا عليها هذا السينماتيك، سينماتيك سوري، قام يبين هنا ويبين هنا. هذا دي اثر على ذن هسه، بس بالله لو حطينا بيناتن حيأثر على هذا بس، لان هذا فوق هذا، بس هذا ما دي اثر عليه. تشوفون اذا حطيته فوق حيأثر على كل الليارات مالتك. واني هذا اليوم حبيت اوضح لكم اياه شنو. اتمنى شباب منكم لايك سب، دونوا للناس علي على مود الناس تعرفني. ثيما الله شباب.